السلام عليكم، يسعد أوقاتكم جميعاً. بهذا الفيديو رح نحكي كل إشي بتعلق بالـ disease principle epidemiology بالتفصيل، بالterms اللي بتتعلق فيهم، حتى نقدر later on نحكي عن الأمراض أو الـ microorganisms اللي involved في كتير من الـ diseases. بداية نحكي عن مجموعة من المصطلحات، أو خلينا نحكي الشغلات اللي لها علاقة بحدوث المرض، أو خلينا نحكي كيف بتتم مراحل حدوث هاي الأمراض. رح نحكي عن الباثولوجي، عن الاتيولوجي، الانفكشن والديزيز. رح نمشي بهاي نقول التيرمز، رح نحكي بالتفصيل عن كل إشي بتعلق بهاي المصطلحات. بداية لما نحكي باثولوجي، الباثولوجي هي دراسة الديزيز، كيف إنه عندنا كتير من ريسيرشرز، من الباحثين اللي بيشتغلوا على إنهم يدرسوا كيف المرض بيصير. كل إشي بتعلق بالأمراض بتم تحت نقول اللي هي كلمة الباثولوجي. لما نحكي اتيولوجي، الاتيولوجي أو الاتيولوجيست اللي هي عبارة عن دراسة الـ causes of a disease، إيش هي مسببات هاي الأمراض، نعرف إيش هي الـ causative agents، إيش هي العوامل اللي بتؤدي لحدوث هاي الأمراض. عندنا الباثوجينيسيس اللي هي الديفلوبمنت اوف ديزيز، كيف احنا بنحكي كثير عن انواع من البكتيريا اللي عندها الطريقه بنسميها الباثوجينيسيس، كيف هي قدرتها على انها تحدث هذا المرض فهي بنسميها باثوجينيسيس. نيجي لمرحله الانفكشن، لما نحكي انه هذا الشخص عنده انفكشن، عنده بكتيريا الانفكشن، يعني انه المقصود هي انه هاي البكتيريا عامله انفيجن او عامله كولونايزيشن، يعني عمالها قاعده تتكاثر أو تنمو في منطقة معينة في الجسم بنسميها infection. لما نحكي عن إنه صارت نقول هاي الانفكشن وصلت لمرحلة الديزيز، إنه هذا الشخص كانت عنده انفكشن وتطورت، صار عنده مرض معين نتيجة لهذا الانفكشن، فهي عبارة عن abnormal state اللي هي الحالة المش طبيعية اللي بتصير تظهر عنده أعراض وعلامات، وهذا بيكون ناتج على إنه البادي is not performing normal function. فالفكرة إنه لما الشخص ما يقدر يسيطر على الانفكشن اللي عاملته هاي الباثوجين، هاي البكتيريا، هذا الفيروس، هاي الفونجاي، فبالتالي بتحول الستيت عنده لابنورمال ستيت، ما بيكون قادر يقاوم هاي الانفكشن، ما بيكون قادر جسمه يشتغل بشكل طبيعي، فبالتالي بتظهر عليه اعراض وعلامات هاي الامراض. رح نشوف نحكي عن كيف الميكروب، رح نحكي عن شيء بنسميه مايكروبيوم، رح نعرف شو يعني مايكروبيوم، كيف بتم الحصول على هاي الميكروبيوم، ورح نحكي عن كيف طرق التعايش لهاي الميكروبيوم مع الهوست نقول بودي، ورح نشوف إشي بتعلق بهاي الميكروبيوم أو الميكروبيوتا من ناحية الأمراض. بداية لما إحنا نحكي عن إشي اسمه مايكروبيوم، مايكروبيوم هي عبارة عن شو بنسميه نورمال فلورا، أو اللي هي عبارة عن البكتيريا أو الفيروسز أو الفانجاي أو الأرشيا اللي بتكون أساسا عايشة بداخل الجسم، يعني بتكون عاملة كولونايزيشن، موجودة في منطقة معينة في الجسم وبتكون تتعايش مع هذا الهوست بودي، إما بتكون أو هاي نقول التعايش هذا، أو كيف هي بتقدر تعيش جوات هاي الهوست تيشوز أو سيلز بنسميها سايمبيوسس. السايمبيوسس هي الريليشن شيب ما بين النورمال مايكروبيوتا وما بين الهوست، يعني هم بما انهم شافوا انه في داخل اجسامنا مجموعه من البكتيريا. قبل حكينا في الانترودكشن انه مش كل الاورجانيزمز هي باثوجين، مش كل الاورجانيزمز بتعمل امراض وانفكشنز، فعندنا مجموعة من الأورجانيزمز اللي بتكون موجودة وإلها فائدة أو ممكن إنه تفيد وتستفيد، هاي كله تندرج تحت مسمى سايمبيوسز. أمثلة على هاي سايمبيوسز أو تدريجات أو تصنيفات لإلها، إما إحنا بنحكي عن الكومونيزيلزم اللي هي one organism benefits and the other is unaffected، يعني لما نلاقي إنه في عنا مايكروبيوم أو كان في عنا بكتيريا موجودة في داخل جسم
الهوست وبتستفيد من الانزيمز والبروتينز الموجودة عنده، ولكن هو ما بتأثر. يعني هاي البكتيريا ما بتعمل له أي infection أو disease، ما بتأثر عليه سلبا نتيجة للمنفعة اللي بتحصل عليها. ممكن هي تحصل على نقول benefits أو شغلات، نقول supplements أو substances موجودة كميتها اللي بتنقص ما بتأثر سلبا على هذا الهوست. لما نحكي عن الميوتاليزم، ميوتاليزم انه كل من هدول نقول الاورجانيزم سواء الهوست ولا المايكروبيوم بيستفيدوا من بعضهم البعض. رح نشوف كمان شوي كيف بتتم هاي الشغلة. الباراسايتزم اللي كثير بنسمع انه او حكينا من قبل عن الايوكاريوتس المثال عليها الباراسايت. الباراسايت الفكرة منه انه هو بيستفيد من هذا الهوست ولكن على حساب الهيلث والستيت النورمال ستيت لهذا الاورجانيزم. عشان هيك لما نحكي عن باراسايتزم بيعيش هذا الهوز جوا او هذا الميكروبيوم او هاي الباراسايت جوات الاورجانيزم جوات الهوز، ولكن ممكن هذا يأثر سلبا عليه. فإذا اما بنحكي احنا على كومينيزاليزم اللي هي انه واحد بيستفيد والتاني ما بيتأثر، او التنين بيستفيدوا، او واحد بيستفيد والتاني ممكن يلحق الضرر من هاي الريليشن شيب. ممكن رح نحكي عن واحدة من النورمال مايكروبيوتا اللي بتكون موجودة في الجاسترو انتستين تراكت، موجودة في الأمعاء، ممكن تصير opportunistic. إيش مقصود بالopportunistic؟ يعني أنا عندي بكتيريا بتكون موجودة زي الكلوستريديوم ديفيسايل، بتكون موجودة في داخل الأمعاء. وقت ما يصير عند هذا الشخص نقص في المناعة أو في أي مجموعة من الفاكتورز يتعرض لها الكونديشنز، بتباغته هاي البكتيريا وبتتحول من نورمال لباثوجين. فبالتالي هي متحولة متنقلة انتهازية، بتستغل الظروف اللي ممكن يمر فيها هذا الباثوجين، عفوا الهوست، عشان تصير باثوجين. عندنا كثير من الأمثلة من ستافيلوكوكس ابيديرمدس بتكون موجودة على السكان نورمالي وبتعمل اللي هي الكومينيزاليزم البينيفيتس، ولكن الهوست ما بتأثر. الميوتاليزم اللي هي مثال عليها الإيكولاي الموجودة في اللارج انتستين بتفيد وبتستفيد، رح نشوف هاي الطريقة أو هاي تطبيقاتها إيش هي. والباراسايتزم واحد منهم بيستفيد على حساب الثاني زي الإنفلونزا فيروسز. إجمالاً إحنا حكينا من قبل عن إنه مش كل organisms أو micro organisms هي pathogenic، هي ممكن تكون normal flora تفيد وتستفيد. بس إجمالاً لما إحنا نحكي عن كيف قديش عندنا ال percentages أو ratios لهاي ال microbes في داخل الجسم، فلاقوا إنه معظم ال human body هو microbes ونسبة قليلة بتشكلها ال human cells. فهذا دليل على انه كثير من نورمال مايكروبيوم او مايكروبيوم بتكون موجوده في داخل الجسم باعداد كثير كبيره، بيكون لاغراض معينه في داخل اجسامنا. الفكره الاساسيه لما نحكي عن المايكروبيوم او مايكروبيوت، طب ايش ليش هاي النورمال فلورا او هاي البكتيريا موجوده في جسمنا؟ هي بتستفيد. طب احنا ايش رح نستفيد من وجودها؟ هل رح يكون في لها advantages، في لها تأثير؟ هل رح تقلل من نسبة الأمراض اللي ممكن نصاب منها من الباثوجينيك types من المايكرو organisms؟ هل رح تعمل balance؟ فهذا بتدرج تحت مسمى الميكروبيال antagonism أو الكومبتيتيف اكسكلوجن، إنه عندنا احنا هذا الميكروبيوم رح يصير يعمل كومبيتيشن، رح يصير يتنافس مع الميكروبس الباثوجينيك اللي ممكن تدخل لداخل الجسم بدها تعمل أمراض. فإذا النورمال مايكروبيوتا الهدف منها تحميلنا هذا الهوست من خلال إنها تصير تتنافس مع هاي الباثوجينز في كمية الغذاء. فإذا هي عددها كتير كبير زي ما شفنا 90% من الهيومن بودي، فبالتالي رح تصير تتنافس مع هاي الأورجانيزمز على الغذاء، بالتالي ما رح تخلي لها كمية كافية حتى تقدر تعمل ملتبليكيشن، وبالتالي تحدث الانفكشن أو الديزيز. بالإضافة إنها ممكن تنتج سبستانسز تكون هارمفول لهاي الانفيدينج مايكروبز، لهاي الباثوجينز اللي رح تدخل. فهي بالإضافة إنها بتنافسها على الغذاء، كمان
تنتج harmful نقول waste أو products أو metabolites اللي تقدر تعمل inhibition أو antagonism. Antagonism اللي هي عملية مضادة أو نقول بتكون harmful لنمو هاي الميكروبس، بتمنع وجودها، أو ممكن تأثر على البي اتش. ممكن هاي الميكروبيوتا بتعيش بأسيدك بي اتش، هي تبلش تزيد الأسيدتي على أساس تمنع الميكروب أو نقول اللي هو الباثوجين اللي بيعيش ب نقول نون أسيدك أو ليس أسيدك بي اتش. ممكن تقلل من كمية الأكسجين. إجمالا معظم النورمال مايكروبيوتا بتكون في الانتستان مثلا، وبتكون مثلا أنيروبيك، ممكن مش بحاجة للأكسجين، أو فاكولتيتيف. فبالتالي إذا إحنا عندنا باثوجين هو ستريكت ايروب، يعني بحاجة للأكسجين، ما بنمو إلا بوجودها، فبالتالي هذا رح يأثر سلبا على السيرفايفر لإله. فإذا عندنا كثير من الأدفانتجز بالإضافة لـ disadvantages، في عنا مجموعة أكيد لكل إشي فيه له سلبياته وإيجابياته. وجود هاي الميكروبيوتا حكينا بيحمي الهوست، يعني لقوا إنه يعني كتير هاي كلها جاية من دراسات، لما راحوا يشوفوا تركيبة هاي الميكروبيوم عدم وجودها، لأنه أنا لما بدي أدرس أي عامل أكيد ممكن أعمل له exclusion أو ممكن أعمل فيه reduction في الليفل لإله، أشوف لما ما يكون موجود شو ممكن يصير. فلاقوا إنه في عنا اشتغلوا على مجموعة من الفئران التجارب، المايس الجينوتوبيك أو اللي هي الأكسينج، الأكسينج اللي هي المايس اللي شالوا منها كل الميكروبيوتا. فبالتالي لاقوا إنه عدم وجود الميكروبيوم هاي ممكن يأثر سلبا على الديفلوبمنت للإميون سيستم. فإذا لما رحنا على الجيرم فري مايس لاقوا إنه ما كان عندها نقول enough immune system نتيجة لعدم وجود هاي الميكروبيوم. فإذا عرفنا إنه الأدفانتج للميكروبيوتا هو development للإميون سيستم، للجهاز المناعة، بيساعد في إنتاج كتير من الفيتامينز، وعشان هيك إحنا حكينا في عنا مايكروبس أو نقول مايكرو أورجانيزمز هي نافعة، بتنتج فيتامينز زي فيتامين بي وكي، وإلهم كتير فوائدهم للجسم. الانترفير with colonization of primary pathogen اللي حكيناها قبل شوي، اللي هي الميكروبيوم انتاجونيزم، ان هي بتنافس الباثوجين على كتير من النيوتريانتس، بتنتج له مواد هاربول. زي ما حكينا كمان كيف هي بتتأثر على البي اتش وعلى الافيلبل اكسجين. طيب زي ما لها هي ادفانتج، وهي بتحمي الجسم، بتساعد الاميون سيستم، بتنتج فيتامينز، بتأثر على الكولونيزيشن أو الانفكشن اللي بتعملها البرايمري باثوجنز، بتعمل انترفيرنس، يعني زي كأنها بتأثر على نقول السايكل تبعت هاي الباثوجنز. في إلها مجموعة من الديس أدفانتجز، يعني دائما لما نسمع الديس أدفانتجز فأكيد نربطها في الأمراض، بما إحنا بنحكي عن مايكرو أورجانيزمز. ممكن هاي الميكروبيوتا لأسباب معينة تصير تعمل أمراض عند مجموعة من الناس لحالات معينة. طب إيش هاي الحالات؟ وين أنت ممكن تتحول الميكروبيوتا؟ زي ما قبل شوي حكينا على الكلوستريديوم ديفيسايل اللي هي أوبورتونستيك، ممكن تتحول من نورمال لباثوجينيك. إيش هي الحالات هاي؟ في حالات اللي هي نقص المناعة، الويكينج أو كولابس أوف ذا إميون سيستم، الجهاز المناعة عند هذا الشخص ضعيف، تعبان، ما بيقدر إنه يشتغل بطريقة صح، يعمل ريكوجنيشن للباثوجينز. فممكن يصير عندنا عند هذا الشخص ديزيزز، ممكن هاي البكتيريا اللي كانت عايشة بدون ما تعمل أي مشاكل تستفيد وتفيد تحولت لباثوجينيك، بلشت تعمل أمراض. أو ممكن إذا إحنا أخذنا هاي كانت فرضاً نحكي إنه هاي الميكروبيوتا بتعيش في الانتستن، مسكنا هالمجموعة البكتيريا اللي أساساً بتعيش في الانتستن، ورحنا أخذناها على الكدني،
احنا بنعرف انه الكدني هي ستيريل سايت، منطقة في الجسم ممنوع يكون فيها اي وجود لاي مايكرو اورجانيزم، مايكرو بيوتا او غيرها. فاذا احنا اخذنا هاي المايكرو اورجانيزم رحنا فيها نقلناها على الكدني، لقينا انه بلشت تصير مشاكل في الكدني نقول فانكشن وتأثر على الستركتشر لإلها. فبالتالي نقل ترانسلوكيشن، نقل هاي المايكرو اورجانيزمز من سايت هي اساسا بتعيش فيه لستيريل بودي سايت، هذا ممكن يؤدي لمشاكل. بالاضافه كمان انه زي ما حكينا عن الكلوستريديوم ديفيسايل قبل شوي، في ناس كتير احنا بنسمع عن اي شخص ممكن يتعرض لاي مشاكل او اعراض ما بنلاقيه الا ماسك هالكورس الانتيبيوتيك وبلش ياخذ فيه. الناس اللي عمالهم بيستخدموا الانتيبيوتكس بطريقة uncontrol، بطريقة غير صحيحة، بدون ما يرجعوا لدكتور يحدد لهم مضاد حيوي مناسب، أو حتى إذا كان في حاجة إنهم يستخدموا انتيبيوتك. هدول الناس اللي بياخذوا انتيبيوتكس كتير، هاي الانتيبيوتكس ممكن تأثر على كتير من النورمال فلورا الموجودة في الجسم، تكون sensitive members of normal flora die by this administrated antibiotics. ولكن في عنا أنواع تانية بتكون resistant، بتعمل overgrowth نتيجة لوجود هاي الانتيبيوتكس. هذا زي مثال على الكلوستريديوم ديفيسايل. فممكن أنه زي ما حكينا members of microbiota ممكن تعمل المرض وقت بنسميها opportunistic، زي ما حكينا قبل شوي هذا بنسميها secondary pathogen. ليش مش primary pathogen؟ لأنه هي نتيجة لسيتيويشن أو كيس معينة صارت تحولت من microbiota لباثوجين، فمسميها secondary أو opportunistic، مش هي السبب الأساسي في إنها تحدث هذا المرض. كتير من اللي بيحكي لنا النورمال فلورا ممكن تلعب دور مثلا بالدنتال كاريز اللي زي تسوس الأسنان، اللي بتكون في حالات germ free mice don't develop dental caries، يعني وجود بعض النورمال فلورا ممكن يكون associated مع نقول التيث بروبلمز، اللي ممكن إذا إحنا بنحكي عن الناس اللي أو إذا جربنا عن مايس اللي ما في عندها نورمال فلورا في هاي المنطقة ممكن ما يصير عندها دنتال كارز، فنسبوا إنه هذا تسوس الأسنان بصير أو هاي دنتال كارز هي نتيجة للنورمال فلورا مش لوجود باثوجين حقيقي، اللي هي نتيجة لأنه إحنا بنعرف كيف فكرة التسوس هذا أكثر شيء لطلاب الأسنان، بتكون نتيجة لأكيوميليشن لمجموعة من الفود برودكتس في الأسنان، ممكن تساعد هاي الميكروبيوتا تتحفز وتبلش تعمل اللي هي الدنتال كاريز. إذا لاحظنا إنه عندنا مجموعة من الفاكتورز اللي هي associated مع حدوث نقول إنه تصير بريك أوت ل النورمال ستيت، وتصير هاي الميكروبيوتا هي دينجرس، تصير هي سبب من اسباب الديزيز. مثلا اذا الواحد ما باكل بطريقه صحيحه انبالانس دايت، عنده كثير من ستريسفول ايجنتس. عشان هيك احنا بنسمع كل ما يكون عندكم امتحانات او عند الواحد ضغوطات كثير بتبلش يلاحظ انه السسبتابيليتي له لا المرض بتزيد. طب أنا ما تعرضت لأي environment في pathogen، ما انتقل للباثوجين من أي حدا، طب من وين صار هذا الديزيز؟ هو نتيجة أنه صار في عنا نقول opportunistic growth أو overgrowth للميكروبياتا. الواحد خلال الايجينج مع العمر بتقل الفانكشن لكتير من الاميون سيستم، بالتالي هذا بيكون فرصة لنمو أو الأوفر جروث لهاي الميكروبيوتا. زي ما شفنا قبل شوي كمان الحصول على كتير كميات من الأنتيبيوتكس بفريكونسي عالية ممكن كمان تزيد فرص النمو لهاي الميكروبيوتا، بالإضافة للأذر انفكشنز. كل هاي الشغلات ممكن تؤدي لأمراض تعمل ويل أو إنه ممكن تأثر على الكميات الميكروبيوتا أو وجودها، وassociated مع كتير من الأمراض في الجي آي تراكت، في الأليرجي، ممكن لا سمح الله تؤدي بالنهاية إلى كانسر. ممكن إحنا نحل هاي المشكلة من خلال إشي بنسميه probiotics، رح نشوف كمان شوي شو هي البروبايوتكس، نعمل ريكفري للويل بالانس جات مايكروبيوتا.
من خلال food sources، يعني الناس اللي عندهم هاي المشاكل كلها. كثير مرات بنسمع الميات بيحكوا لنا انه لازم ناكل مثلا لبن، لبنه، هاي الشغلات اللي هي ريتش بكثير من النورمال فلورا او البكتيريا النافعه اللي ممكن ترجع لنا البالانس لهاي الجوت مايكروبيوتا. فاذا هي عباره عن external sources للمايكروبيوتا اللي ممكن ترجع البالانس وتقلل من نسبه حدوث هاي الامراض. طب ايش هي نقول كمان شوي رح نشوف شو البروبيوتكس، بس اجمالا مع انه لاحظنا انه النورمال فلورا موجوده لها كثير فوائد مهمه للاميون سيستم، ولكن مع هيك الجسم بضله على حريص وماخذ الحيطه والحذر انه ممكن هاي النورمال فلورا تكون opportunistic. بوقت من الاوقات ممكن تصير في عنا مشاكل، بالتالي بيكون في عنا كثير من الخطوط الدفاع اللي هي المبدئية الأولية اللي ممكن تكون تشتغل عليهم خلايا المناعة بحيث إنها تخفف من أي نقول بريكس لهاي النورمال فلورا. فمثال عليها الكيب سكان بيكون عليه مجموعة من الانهبيتوري سبستانسز اللي هي بتقلل من البكتيريا الجروث زي السويت العرق، كثير من الفاتي اسيدز اللي هي بتكون ك نقول كومبوزيشن لهاي السكين لايرز. فبالتالي هاي الشغلات ممكن تقلل من نسبة حدوث اللي هي او دخول ممكن هاي النورمال فلورا من النورمال سايت لإلها للستيرل سايت، وبالتالي تبلش تعمل انفكشن. لايسوزايم اللي هو بيكون موجود حتى يعمل كيلينج للبكتيريا اللي بيكون موجود بكتير من السكريشن زي السلايفا والتيرز في اللعاب وفي الدموع، اللي بيعمل ديستركشن للبيبتيدوغلايكان للبكتيريا اللي عندها زي ما حكينا في السيل وول إلها بيبتيدوغلايكان، فبالتالي بتقلل من فرص الباثوجينيسيتي لهاي الاورجانيزمز. بالاضافه كمان اذا احنا بنحكي هون سكين، هون بنحكي على مناطق قريبه على الجي اي تراكت او على الايز. عندنا كمان في الدايجستيف تراكت ممكن في داخل اللي هي في الميكوزا اللي هي الطبقه المبطنه لكثير من نقول البالز للاوعيه اللي هي الهضميه، ممكن يكون في عندنا مجموعه من الانتي بوديز الاجسام المضاده زي الاي جي اي. اي جي اي معروف هو عباره عن جسم مضاد بيكون في منطقه الميكوزا. عندنا انتي بايوتكس بيبتايدز بيتم انتاجهم في داخل الجسم كمان عشان يشكلوا خطوط دفاع تخفف من نسبة، احنا بنعرف انه هاي نورمال فلورا موجودة بكميات محددة، اذا صار فيها اوفر جروث بلشت تنمو باعداد كتير كبيرة ممكن تتحول من نورمال لأوبورتونستيك. وين السورسز للميكروبيا؟ من وين ممكن احنا نحصل على هاي الميكروبيا؟ اساسا كيف ممكن تدخل للجسم؟ ممكن هاي العملية بتتم من بداية من اليوترو من الرحم عند الأم خلال عملية نقول البريجنانسي والدليفري. البلاسنتا المايكروبيال اللي مايكروبيوم البلاسنتا بتكون ممكن كمان تكون فيها مجموعة من البكتيريا زي الانتيروبكترياسي بشكل أساسي الموست كومون. هاي الأنواع من البكتيريا ممكن نلاقيهم في النيو بورن انتستن في داخل الانتستن للأطفال حديثين الولادة نتيجة لأنه هو انتقل من الأم لهذا الجنين. just before a woman gives birth ممكن أنه تنتقل خلال عملية الولادة مجموعة من البكتيريا اللي بنسميها اللاكتوباسيلاي للفاجينا من الفاجينا للأم أو في داخل الفاجينا اللي هي يعني قبل ما تبلش عملية الولادة فترة قصيرة. بيكون في عنا ميل لمجموعة من اللاكتوباسيلاي هذا النوع من البكتيريا اللي بتكون عصبية، بتصير تبلش تعمل جروث في داخل الفاجينا بشكل سريع، وبالتالي رح تكون هي البري دوميننت اورجانيزمز في داخل نيو بورنز انتستن. اذا اما بنحصل عليها خلال البريجنانسي من اليوترو من البلاسنتا من الفاجينا للوومن للمذر، ممكن نحصل على مايكرو اورجانيزمز من الانفايرمنت من الاكل من الناس اللي حوالينا من اي نقول
sources environmentally تكون surrounds هدول الهيومن، وممكن تكون موجودة خلال حياة هذا الشخص على طول حياته، ممكن تظلها موجودة في داخل الانتستان ليلة. بالنسبة عندنا إشي نسميه Human Microbiome Project، اللي هي عبارة عن project يشتغلوا فيه حتى يشوفوا إيش علاقة هاي الميكروبيال كوميونيتيز مع البودي والهيومن هيلث، وزي ما حكينا كيف دورها في إنها تساهم وتعزز من أول مناعة الشخص وتحافظ على إنه تعمل بروتكشن من كثير من الأمراض، بنفس الوقت نشوف وين ممكن يصير عندنا ديزيز. نورمال مايكروبيوت اللي هي أساسا الميكروبيوم، أو نقول نورمال فلورا أو البكتيريا أو أي أورجانيزم بيكون موجود عامل كولونايزيشن بشكل بيرمننتلي بشكل دائم في الهوست وما بيعمل أي مشاكل تحت النورمال كونديشن، لأنه قبل شوي شفنا إنه في بعض السيتويشن أو disadvantages أو الكيسز اللي ممكن تتحول فيه لأوبورتونستيك باثوجين. عندنا transient microbiota اللي هي عبارة عن الميكروبيوم اللي بتكون موجودة لفترة كتير قصيرة، اللي transient يعني بتكون مؤقتة ل days أو weeks أو months على حسب إيش هاي الميكروأورجانيزمز وين بتضلها موجودة. نيجي نحكي كمان عن اللي هي distribution لهاي والكومبوزيشن لهاي النورمال فلورا، كيف هي بتتوزع في داخل الجسم بناء على شو بتكون موجودة في الانتستين مش موجودة مثلا على السكين. هذا نتيجة لكثير من العوامل اللي أهمها الايج، أكيد العمر ممكن يلعب دور بأنه يغير كثير من الفسيولوجيز لهدول الهيومن بيينجز، وبالتالي يأثر على كمية الميكروبيوتا سواء الكومبوزيشن أو ديستريبيوشن لإلها. كمان طبيعة الغذاء اللي احنا بناكله كمان ممكن تأثر على تركيبة ايش الميكروبيوتا اللي موجودة والديستريبيوشن لإلها. كمان مجموعة من الفيزيكال والكيميكال فاكتورز، مثلا إذا كان الشخص بأخذ أدوية، إذا بتعرض لنقول راديشن، كل هاي الشغلات ممكن تأثر على تركيبة أو على كمية أو على توزيع هاي الميكروبيوتا، بالإضافة للهوست ديفنسز العوامل الهوست اللي بتتعلق بالجينيتيك ميوتيشنز اللي بتأثر على كتير من الشغلات زي الإميون سيستم، بتأثر على نتيجة للإيج، إصابة بفيروس زي الإيدز، الكانسر، الكيموثيرابي، الديابيتس، كل هاي الشغلات هي تعتبر عوامل بتأثر على الميكروبيوتا distribution and composition. الميكانيكال فاكتورز كيف إنه بتنقل هذا الشخص ممكن من مكان لتاني، إذا باخد كميات antibiotics حكينا كمان ممكن تأثر على هاي الأتمز. لما نحكي عن قبل شوي حكينا إنه sources لاي الميكروبيوتا هو جاي ممكن من اليوتيروس من البلاسينتا، بس هذا كمان هو يعتمد على طريقة البيرث اللي بتصير. إذا كان هذا البيرث اللي هو الولادة صارت vaginal birth يعني هي الولادة الطبيعية، بيكون إجمالاً معظم الميكروبيوم عند هذا نيوبورن هي من اللاكتوباسيلس والبكتيرويدز. إذا بنحكي عن الستات اللي ممكن يلجأوا للعمليات القيصرية حتى يتم ولادة البيبيز، فممكن يتم أو نلاقي إنه بما إنه هم ما بتعرضوا للفاجينال مايكروبيوم، ممكن يكون عندنا بس المايكروبيوم هي بتكون بناء على الهيومن سكن مايكروبيوم اللي هي مثال عليها ستاف أوريوس اللي بتكون مايكروبيوم أوف ذا سكن. تمام، هل إنه بيكون عندنا بس البكتيريا لما نحكي عن مايكروبيوتا؟ بما إنه بنحكي عن microorganisms normally بتكون موجودة، هل هذا بس هو يندرج تحت البكتيريال species؟ ممكن يكون عندنا viruses fungi archaea موجودة في داخل هاي السايتس. في عندنا هون مجموعة من الميكروبيوتا اللي هي موجودة في البادي ريجن، احنا نزلنا نحفظ مثلا على سكن في عنا الستافيلوكوكس، ستاف أوريوس، مثلاً مايكروكوكس، نحفظ مثالين على كل سايت. بالنسبة للميكروبيوتا هاي أو اللي هي
نقول ال different microorganisms اللي بتكون موجودة غير البكتيريا. حكينا إنه في عنا diverse microbial ecosystem، في عنا مجموعة متنوعة من هاي المايكرو أورجانيزمز الموجودة، بتكون لها كتير من ال نقول benefits على physiological functions و numerous disease etiologies. ممكن يكون لها دور في كتير من الأمراض، ممكن بشكل أساسي هي most common والmost dominated هي البكتيريا، بعديها بيجي عندنا الفانجاي، الفيروسز، الأرشيا، البروتستس، غير المايكروبيوتا اللي هي أساسا يعني معظم الأبحاث. يعني ليش إحنا التركيز على البكتيريا؟ لأنه الأبحاث في آخر two decades هي بتركز على إنها تدرس البكتيريا المايكروبيوتا أكثر بكتير من الفيروسز والفانجاي والأرشيا، فما في كتير عليها معلومات لأنه ما بتم دراستها extensively بشكل مكثف زي ما بصير في البكتيريا. لما نيجي نحكي عن المايكروبيوم اللي هي وجود الفانجاي، عددها كتير قليل مقارنة بالبكتيريا كميتها. يعني إنه إحنا بنحكي عن البكتيريا 10^11، هون عندنا 10^5 ل 10^6 عند الفانجاي، موجودة من في كتير من السايد زي الجي اي تراكت، السكن، في respiratory tract، الجيناتيورينري tract، في الميكوزا، مثال عليها اللي هي زي الكانديدا سبيشيز، كانديدا البيكانس، البنسيليوم، الاسبرجيلوس، الكريبتوكوكس، كل هاي الشغلات، هاي كل هاي الفانجاي بتكون موجودة في داخل كمان تركيبة الإيكو سيستم للمايكروبيوتا. عندنا كمان فيروم اللي هي الوجود الدبل ستراند دي ان ايه، السنجل ستراند، الار ان ايه فيروسز موجودة بكميات وبسايتس مختلفة في داخل الجسم وفي داخل الانتستان، وأعدادها كتير كبيرة قريبة على البكتيريا، ممكن تكون كبكتيريوفيجز، تكون تعمل انفكشن داخل البكتيريا، كومونيز البكتيريا، وهي أعدادها كتير كبيرة ولها كتير implications. في الأرتيوم اللي هي الأرتيا اللي بتكون موجودة، مثال عليها اللي هي الميثان producing organisms في الجي اي تراكت، اليو كاريوتيك باراسايت والليمنثس كمان ممكن يكونوا موجودين، في عنا أنواع كتير منهم كبروتوزوا اللي هي النون باراسايتس اللي بتكون موجودة، عاملة كومنالايز أو كومنزلايز اللي هي الهيومن جاسترو انتستينال تراكت، فكلهم إذا بنلاحظ معظمهم موجودين في الجي آي تراكت بالإضافة لـ other sites. في مصطلح حكينا عنه قبل شوي اللي هو البروبايوتيك. البروبايوتيك حكينا إنه عبارة عن الأغذية اللي ممكن نحصل على من خلالها على المايكرو أورجانيزمز. إذا أنا بحكي على بري بايوتيك فأنا بحكي على نون ليفينج نون دايجستبل دايجستبل سبيشال فورم اوف فايبر اند كاربوهيدرات، عندنا مجموعة من الكربوهيدرات والفايبرز بتكون فيها، بتكون عبارة عن non-living, non-digestible forms من هاي الفايبرز والكربوهيدرات، ممكن تكون as powder و resist كتير من الهيت والكولد والأسد، يعني ما بتتعرض ل أو ما بتتأثر بدرجات الحرارة العالية أو المنخفضة أو تغيرات درجة الـ pH، والهدف الأساسي هي تعطي nourishing للبكتيريا اللي ممكن تعيش في الانتستين، فإذا هي source للغذاء للبكتيريا اللي بتكون موجودة as normal flora. لما نحكي على probiotic pro مش pre probiotic، هي برضو الأغذية اللي بتكون as live active microorganisms اللي هي بتكون موجودة في sources من الفود اللي هي رح نحكي عنها، مثال عليها اللبن. إحنا بنسمع كتير إنه المشتقات الألبان بيكون فيها مجموعة من المايكرو أورجانيزمز اللي بتساعد في الفيرمنتيشن في تخمرها، فهي سورس للبروبيوتكس، هاي البكتيريا مفيدة إن إحنا نحصل عليها في إلى نقول beneficial effects على الهوست، ولكن السيئة فيها أو الديس أدفانتج إن هي مور فراجايل، تتأثر كتير بالدرجات الحرارة العالية، ممكن over time be killed، يعني ما ضلها فترات كتير طويلة،
ولكن الهدف منها هي fight the harmful bacterial species present in the gut. فإذا إذا كان عند الشخص imbalance في كمية هاي الميكروبيوم نتيجة للفاكتورز اللي حكينا عنهم، ستريس، الانبالانس دايت، الاميون سيستم كان ويكند، كل هاي الأمور، فممكن يحصل الشخص على الميكروبيوم من خلال تناوله للبروبيوتيك سورسز. هاي مجموعة من السورسز، سواء للبروبيوتيك ريتش فودز اللي زي الدايري سورسز، حكينا عن الألبان والأجبان، وعندنا البريبيوتيك ريتش فودز ممكن في الفروتس، في الجرينز ممكن تكون موجودة وتعطي نون ليفينج، واللي هي تكون نورشمنت للبكتيريا الموجودة في داخل الانتستين. حكينا عن opportunistic diseases أو عن فكرة إنه في عندنا بكتيريا ممكن تكون نورمال فلورا وتتحول ل pathogen اللي هي زي الكلوستريديوم ديفيسايل، اللي هي ممكن تعمل نوعين من الأمراض، الأنتيبيوتيك أسوشيتد دياريا اللي هي أسوشيتد مع التوكسن اللي بتنتج بنسميه اللي هو توكسن A أو إكزوتوكسن A اللي هي بتنتجه لخارج هاي الخلية، أو بسودو ممبرينس كولايتس اللي هي ميدياتد باي تايب تاني من التوكسن اللي بتنتجه الكلوستريدوم ديفيسايل اللي هي الإكزوتوكسن B. في عنا كمان بكتيرويدز، هاي النوع من البكتيريا ممكن تعمل أو بيشد في داخل الفيسس في داخل الستول، وتكون هي أساساً موجودة زي ما شفنا قبل شوي، هي واحدة من البكتيريا اللي بتكون بيتم الحصول عليها من الفاجينا خلال البيرث، الفاجينا البيرث للنيو للفيتس. ممكن تعمل بيريتونايتس، تعمل التهاب في داخل اللي هي منطقة الأبدومان في داخل اللي هي البريتونيال فلويد اللي هو السائل اللي بيكون في داخل منطقة البريتونيال وول في الأبدومان. اللوكال أبسس ممكن يكون نتيجة لخروج هاي البكتيريا من الكولون، تعمل ميكوزال بريك بالتالي تعمل أبسس في منطقة الكولون، لوكال أبسس، فهاي الانفكشن كمان ممكن تصير سيستماتيك وتروح على البلود ستريم، تروح على مناطق تانية. ستريبتوكوكس نيمونيا كمان ممكن تعتبر اوبورتونستيك باثوجين، تعمل كتير من الأمراض، أهمها النيمونيا، تعمل تيبيكال نيمونيا.